دكتور، هو النهارده هناخد مراجعة على السي ان اس ولا على الدايريتكس؟ انت كنت تاخد دايركتكس، احنا عايزين السي ان اس والدايريتكس. يعني ناخد السي ان اس دلوقتي؟ ينفع طيب ينفع، مش حاجه. عشان هو اول امتحان لينا. طيب كذلك. وامتى ان شاء الله الامتحان؟ يوم 22 سي ان اس. اول يوم يعني. ان شاء الله. طيب وبالنسبة للسي ان اس بقى، طبعا هو في طبعا الاوبيويد او المورفين، وبعدين في اللوكال انستيزيا والبنزوبازيبين طبعا خدتوها، بعد كده في الباركنسونيزم والإبيليبسي. خلينا بس نبصنا كده في الأول، في الأول خالص طبعا في بيج 3، طبعا الأنالجيزيك يعني مجموعة النون أوبيويد اللي هي نون ستيرويدات طبعا اللي خدناها السنة اللي فاتت. المجموعة التانية أوبيويد بقى اللي هي مجموعة النورفينات. لكن يهمنا برضه في بيج 4 في كو انالجيزيك، يعني حاجات مساعدين او اجوفنت، يعني دول ادويه هم اصلا مش انالجيزيك بستعملهم في حاجات تانية، لكن وجدوا ان ممكن ينفعوا في بعض حالات من البين المعينه. فدول عندي ثلاث مجموعات، في مجموعه اللي هي انتي كونفلسنت، كاربامازيبين طبعا ده خدناه في الابليبسي وينفع برضه في حالات البين. اذا الكارمازيبين ده كو انالجيزيك، ينفع بالذات في الكرونيك بين وبالذات ترايزيمال نيورالجيا. برضه مجموعات من الانتي ديبريسنت اللي هي مضادات الاكتئاب زي ترايسايكليك برضه تنفع في الكرونيك بين او لينوكين، اذا دول بسميهم كو انالجيزيك. لو جينا بقى خدنا المورفين، يهمنا طبعا الريسبتورز اسمها في الميو والدلتا والكابدا. هنا طبعا في الميون سوبر سباينال تعمل ديبريشن، تعمل ايفوريا، وطبعا تعمل ديبندنس. الكاب طبعا دي مينلي سباينال. من ناحيه الاكزامبلز عندنا بس سترونج اجونز زي المورفين وفنتانيل كفايه. الديكس المزوفيه طبعا ده بتاع الكحه مش تبعكم خلاص، مش عايزين كده. اخر بقى الجدول لازم اعرف نالوكزون ونالتريكزون. اذا من الجدول ده اعرف الميو بتعمل ايه والدلتا والكبه والاكزامبل بتاع سترونج اجونست مع الانتاجونست اللي هو نالوكزون ونالتريكزون. من ناحيه بقى الموليكولار ميكانيزمز، يهمنا لما نعمل لي بوتاسيوم شانل اوبنر، فطبعا لما يفتح البوتاسيوم شانل ده بيساعد على الريبولاريزيشن، وبالتالي هيبقى في نوع من الديبريشن. او مثلا يقفل الكالسيوم، ده ماشي قوي. بعد كده طبعا بيجي كتير قوي في المورفين،
كأكشن أو كيوزس يعني في بيج 8 على الكارديو فاسكولار سيستم يعتبر سيف، مش لكن سيف في النورمال كارديو فاسكولار، لكن لو كان كومبرومايز مثلا عنده هيبوفوليميا العيان او عنده انفكشن طبعا المورفين ممكن طبعا يعمل لي هايبوتنشن، لكن في نورمال كارديو فاسكولار تقريبا كويس. لصاحب التسعه ما ننساش انه سبازموجينيك عند السموث ماسل، شوفوا كده سبازموجينيك يعمل سبازم في اي حته بقى، في الجي اي تي، في البيلري تراكت، تمام، في اليوترس، في الاسبيراتوري. مثلا في الجي اي تي هيديلي جاستريك امتي، معناه ان الاستومك بقت فيها سبازم تقلصات، فمش كونتراكشن بقى فيها زي سبازم كده، اذا هيقلل امتي، وبرضه بيعمل لي بيلري سبازم، اذا ممنوع اديه في البيلري كوليك الا اذا كان انا بديه عشان البين ولازم ادي معاه انتي سبازمودك، لكن ما ينفعش هو لوحده عشان هو لوحده بيعمل لي مور سبازم في السفنكتر القاضي، يعني طبعا كونستبيشن او بيدري ليبر، دي كلها نتيجه سبازموجينيك. برضه في البلدر يورين ريتنشن عشان طبعا تشغل الانترنال سفنكتر عند الترايجون قفل، خطوره جدا طبعا بروكو سبازم، اذا المورفين ممنوع خالص في حالات البروكو الازمه طبعا في موت العيان. في بقى تكه في اليوزس، طبعا مكتوبين خمسه يوزس اللي هو انالجيزي سنة 10 طبعا في الانستيزيا، وبعدين عشان السعال انتي تصف، وعشان الاسهال انتي دارية، وفي الاخر اكيوت بالمونر ايديم. لازم اخد بالي بقى انا بقول على مورفين ولا اوبيوم، طبعا اوبيوم او اوبيويد اللي هو الافيون نفسه، طبعا الافيون دوت فيه مورفين وفي حاجات تانية، في مواد تانية كتير قوي، لكن المورفين نفسه طبعا ده لما استخلص المورفين طبعا ده بيعمل ادمان، طبعا مش معقول استعمل مورفين عشان الكحه واحد عنده سعال اديله مورفين اخليه مدمن، او مثلا واحد عنده اسهال اديله مورفين طبعا ده لا. اذا نمره الثلاثه ونمره اربعه دول مني عشان الاوبيويدز او مشتقات المورفين مش هو نفسه، لكن لو جه سؤال وبيجي سؤال المورفين بستعمله في حالات ايه؟ حاجه مثلا واحد وثلاثه وخمسه، قصدي واحد واثنين وخمسه استعمله طبعا كانالجيزك في الاكيوت سفير بين، المورفين نفسه بوست اوبرتيف فراكشرز مايكوزا انفكشن، طيب ممكن في الليفر بين، تمام، في الانسيزي ممكن استعمله برضه بس بستعمل طبعا في التنين احسن، وبعدين طبعا ثلاثة واربعة لا ممنوع استعمل فيها مورفين طبعا، بس ابدا حاجات تانية. نمرة خمسة بقى الاهتمام او صفحة 11 في الاكيوت بارانو ايديما بيعمل ايه المورفين؟ حد كده يقول لي يعني ايه الرول بتاع المورفين في اكيوت بارانو ايديما؟ بيقلل البريلود والافتر لود. ده كده بقى في البرنامج القديم يميل لمين اكتر؟ ما هو فينو دايليتور؟ يميل للافتر لود ولا البريلود؟ ها؟ بريلود؟ طبعا يميل البريلود، عشان البرنامج القديم ان في برنامج فينوس كونجيشن، وبعدين عامل قديم فلويد في الالفيولاي. زي ما يكون مثلا واحد بالظبط غرق دخل ميه في الريح بتاعته، طبعا ده بيعاكس الاكسجينيشن طبعا يعمل لي سيروز. اذا انا عايز اقلل ايديما اذا لازم اقلل البلمونر بلاد فلو، اذا انا اقول الفنتركل ولايت فنتركل ما تبعتش دم على البلمونر، يعني اقلل كميه الدم اللي ماشيه في البلمونر الارضي، اذا لازم انقص الدم اللي داخل الرايت فينو ولايت فنتركل، اذا اعمل فينو دايلاتيشن. دي مهمه قوي، وبعدين برضه مهم قوي بيديكريز الانكزايتي، لما ده عنده واحد ده بيموت ضايق بس واحد غرقان بيغرق،
لو انت تنقذه جيت من وشه هيكلبش فيك وهتغرقه انتوا الاثنين. ده تيجي من وراه كده ولا حتى تضربه على راسه عشان تعرف تسحبه. بيكون فيري انكشس، واحد بيموت. فطبعا ده برضه بيعمله ستريس اكتر عليه. اذا المفيد دوت هيهديه شويه. يعني اذا كنت هيعمل دماغ معاه هيريحه. اذا المفيد بتاعه مني كافيين وفاريتيشن وعشان بيقلل الانكزايتي. طب في البرنامج القديم استعمل ايه تاني؟ ها يا شباب، في حاجة مهمة جدا في البرنامج القديم، وبرضه هي الفينو دايليتو، يعني بتقلل الفينو ستريتين من البريلود قبل ما الاكشن الاساسي بتاعها يبان. ايه هو الدواء ده؟ الدايريتكس يا دكتور ولا؟ اه طبعا اللوب دايريتك. لوب دايريتكس؟ اه طبعا فلوسيماين. اذا حد بياخد مثلا الامبولين ثلاثه لوب دايريتكس وبياخد مثلا مورفين ويديله اوكسي ويصلي جنب العيان وربنا يسهله ان شاء الله. طب هو الاكيد بالمره القديمه ممكن تحصل نتيجه ايه؟ شو كده اخبار الباثولوجي بتاعكم ايه؟ اكيوت بالمنطقة القديمة. انا سايلكم في نوع ريسبيراتوري، يعني الغازات المسيلة للدموع والاستنشاقات حاجات كده عملت اريتيشن، او في حاجات كاردياك. في كاردياك بالمنطقة القديمة؟ اني فيلير يعمل بالمنطقة القديمة؟ رايت ولا ليفت فيلير؟ رايت. ها؟ رايت. مين يعمل؟ الرايت؟ لا هو معنى كلمة رايت فيلير يعني الرايت فنتكل مش قادر يزق دم في اللنج، ما عندش بالمونري كونجشن، بالعكس ده عنده بالمونري اوليديميا، ما فيش دم رايح لدم كتير. لكن الليفت فيلير هو بقى مش قادر يزق الدم في الليفت فنتكل، حصل بقى باك بريشر، بقى اتحوش في الليفت اتريوم، وتحوش في اللي هو في بتاع في البلمونري فينز، تمام؟ وبعدين عمل له بقى البلمونري كونجشن. اذا اللي هو الليفت فينتريكول فيلر هو بيعمل لي بلمونري كونجشن، كنا نخش فيه البلمونري القديمه. حتى لو الدكتور كتاب ممكن عنده اوسطنيا. يعني ايه اوسطنيا؟ لما بيكتر من عنده نهجان، يعني طبعا ده نتيجه كمان كونجشن. المهم بس ما ننساش ان المورفين في الحاله دي بيعمل فينو دايليتيشن وبيقلل الانكزايتي. طبعا الادفيرس افكت عارفها كلها كويس، والانتي دوت طبعا ناروكزون. طبعا ما ننساش بقى في الادفيرس افكت اللي هي السبيرش ديبريشن، طبعا ده في الاكيوت، وبروكوسبازم. طبعا بقى في الاذر بقى الفومتنج والهايبرتنشن، يعني ما تسيبهاش يعني. الادكشن مالناش دعوه بيه، هتاخدوه بعدين في المستشفى. انا ما بيجيش كتير قوي. دكتور هو في الادفيرس افكت ايه اللي نركز عليه؟ في ايه؟ في الادفيرس افكت. مع تمام الادفيرس افكت يمنى فيها بقى اللي هو الجزء بتاع الكارد باسورد لو كان كومبرومايزد، يعني ممكن هايبرتنشن. تمام يا دكتور. بعدين الفسفوس مصر بقى كنا على جي اكي سبازموجين المهم ايه؟ تقولوا ما بيجيش ولا بيب، بتقولوا ما بيجيش ما بيجيش، مش حيلي قوي يعني. بعد كده في صفحه 16 بقى لازم اعرف شويه بالنالكزون ونالتريكزون، طبعا دول اوبيويد انتاجونست، دول بيشتغلوا ازاي الميكانيزم؟ ايه الميكانيزم اوف نالكزون او نالتريكزون؟ حد يوري؟ النالكزون بيبقى اي في، النالتريكسون بيبقى اورال. لا انا مش بتكلم على الفرق بينهم، بتكلم على الميكانيزم ازاي بيبلوك المورفين او بينتجوات الاكشن بتاع المورفين. احنا اتفقنا كقاعده عامه اي انتاجونست كومبتيتيف، الميكانيزم اوف البروبلانولول اكومبتيتيف في تبلوكه، اتروبين اكومبتيتيف انتي ماسكارينيك. انتوا خدتوا مثلا نالكزون، نالكزون ده كومبتيتيف انتاجونست
للمورفين ريسبتورز، بس اي حاجه بلوكر تبقى كومبيتيتف. النون كومبيتيتف نادره قوي، الحاجات بتاعت السرطانات. اذا اي دواء انتاجونست انتي هيستامينيك حاجه بتعكس ادرينالين اي حاجه تبقى كومبيتيتف. طبعا نعرف ان الاكزور ده شورت اكتنج ما ينفعش اور، ما دام شورت اكتنج ودي اي في اذا ده بتاع الاكيوت مورفين بروس ده بتاع الاكيوت. لكن الماريبزول ده لا مش بتاع الاكيوت، ده لونج اكتنج بتاخد اور مش هيسعفني. ده بتاع الاكيوت مورفين بروس ده بيموت. اذا ده بستعمله عشان ايه؟ في علاج الادكت بقى جماعة المدمنين، يعني هو عايز حاجة تساعده انه يبطل المورفين. فلما اديله بقى نالوكزون هيوقف المورفين من جسمه، فتبان عليه اعراض الانسحاب. بشوف مثلا في الافلام جماعة المدمنين لما يخش مثلا في الحجز كده واتنين عامل المورفين يقعد بقى يحط في ايديه ويجيب له اسهال ويزعق ومتضايق وقفرانه ومتهيج. فده العيال كل شويه يجي له الحكايه دي فيمكن يبطل، يقوم ياخد مورفين يجي عليه اعراض الوزدرور. فممكن طبعا لو كان في وسط بارتيتا بيقفلوا مع بعض يقول لك ما فيش شد حتى تلفنا ليه كل شويه. اذا الناتريكسون عشان في علاج الادكت عشان اساعده انه يبطل ياخد مورفين. لكن النالوكزون ده في الاكيوت مورفين بوزن. بس ده طبعا ده المورفين. طبعا شفته مش عليكم طبعا السلسليت مش عايزينها. ولا الجو طبعا خلاص مفيش. تيجي بعد كده بقى اللي هي اللوكال انستيزيا بقى، دي برضه تيجي كتير قوي ومهمه. طبعا اللوكال انستيزيا معناها لوكال، اذا بيعمل لوس اوف سنسيشن ان اللوكالايزد اريا في حته معينه مكان ما انا حققت مثلا. لكن في الجنرال انستيزيا يبقى لوس اوف سنسيشن اول اوفر البادي، كل الجسم بتبني خالص. هنا بقولنا لوس اوف سنسيشن. لكن في الانالجيزك لوس اوف بين هنا بيضيع كل الموداليتيز بتاعت السنسيشن، مش البين بس، البين والتاتش والبريشر كل انواع السنسيشن اللي حطوها في السنسيشن يمنعها. ده برضه اللوكال انستيزيا وزود لوس اوف كونشس لحد ما يكون بيتكلم معانا. انت بس بتاعت اسنان عشان تقطع الضرس ولا ما تقطعش الضرس يديك بين موضعي لكن بتتكلم معاه عشان الحقنة دي عامل ضيع البين في مكان الحقنة تحت. يجي بقى دوت بيشتغل ازاي؟ انا عشان ضيع البين لازم امنع البين ترانسميشن. طب هو البين ترانسميشن ده بيجي ازاي؟ بتبقى ستيمولس لاي سبب من الاسباب، مثلا السنه وجعاه في انفلاميشن عنده مثلا اي حاجه في سبب في امبلس. فبتيجي الامبلس عند السنسوري نيرف في هناك في ريسبتورز اللي هينقل الامبلس يبقى منفتح السودم الشانل. فلما يفتح السودم الشانل اللي موجوده عند السنسوري نيرف اندنج هيعمل سنسوري نيرف امبلس تمشي بقى مع الافريت وتخش بقى مع الاسبانو سيراميك تراك وتروح البرين وبعدين تحس بيها. اذا انا عشان اضيع البرين لازم اوقف السودم. اذا بدي بقى اذا هو الصوديوم الشانل بس. طب هو بيشتغل على اي صوديوم شانل؟ طبعا اي شانل في الدنيا صوديوم بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم لها اسمها ستيت اوف شانل. هل هي ريستنج شانل ولا هي اكتف شانل ولا هي ان اكتف شانل؟ ريستنج يعني مش شغال قاعده كده مستنيه الانبوتس. اكتف يعني جات لها ستيمولس وشغال. الان اكتف بقى لا بتنقل الامبلس ولا يعني ما توديش امبلس ولا تاخد امبلس جديده، لا هي يعني بتستريح شويه. اذا بالعقل كده اللوكال انستكس او اي دواء بيقفل الشانل بيقفلها في الاكتيف ستيت. اكتيف ستيت يعني شغاله بتعمل بين. مثلا انتي اريزمي شغاله عماله تعمل اريزميا مثلا دخلناها في الكارديو فاسكولار
اذا دايما الشانل بلوكر تشتغل مين مور ان ذا اكتيف ستيت، مش في الريستنج ولا مين في الاكتيف ستيت. طيب هنا بقى ديت الدواء بتاعي دوت لازم ادخله على السنسوري نيرف ودي لوكال. طب السنسوري نيرف دوت فيه حواليه مايلين شيس، هو بيحمي السوبر بالشانل، لازم يخش جوه، لازم يخش جوه عند الصدى المشرق جوه. اذا لازم بقى لازم الدواء بتاع دوت يعدي من المايلينشيس، وبعدين لازم كمان يقفل الصدى المشرق. عشان يقفل الصدى المشرق يعكسها لازم يكون ايونايز زيها زي ما الصدى الايونتي هو ايونايز، عشان يمسك في نفس المكان اللي كان الصدى ماسك فيه، لازم يكون عليه تشارج زيه. طب عشان يعدي بقى يروح عند الشانل ديت هيعدي ازاي من مايلين شيز وجفاف؟ اذا لازم يكون لايبوفيليك. انا عايز حاجتين بقى، انا عايز حاجه لايبوفيليك وعايز حاجه هيدروفيليك، عايز حته نان ايونايز عشان ده تعدي من مايلين شيز، وعايز حته تبقى ايونايز عشان تقفل يوصل للشانل. اذا لازم اي لوك اسيدك فيه جزء ايونايز او هيدروفيليك وفي جزء تاني نون ايونايز او لايبوفيليك، لازم عشان يشتغل واحد هيبقى عديل والتاني هيقفل السولوشن. طب دول اعملهم ازاي؟ لازم تبقى في منهم بقى وسيط بقى، لازم يكون في بوند بقى. اذا اي الكيمستري اوف لوك اسيدك في 3 بارتس بقى اللي هي الرسمه دي، في اروماتيك بارت، اروماتيك يعني حاجه بقى اللي هو اورجانيك بارت بنزين رينج، طبعا دي لايبوفيليك هنا جنبها كده دي بنتريت المايلينشيز دي ماشي عبر بالشانل دي بتعدي جوه بس. وبعدين بقى في امينو جروب او ايونيزابل جنبها كده دي بتبلوك الصوديوم الشانل ده. اذا ممكن نقول لك مثلا انهي بارت من البتاع ده من اللوك اسيتك اسينشال فور ذا اكشن، لازم على الاثنين عشان واحد لايبوفيليك ده كاينتك بيدخله والتاني دايناميك هيقفله الرينج، تمام. لكن مين مسؤول عن البنتريشن؟ اللايبوفيليك. مين مسؤول عن البلوك بتاع سودم الشلل؟ يبقى اللي هو الامين جروب او العنازه جروب. هنا بقى اللينك اللي بينهم اما تبقى امين او استر، لازم اعرفها عشان مثلا استر مثلا ده ممكن يتكسر بالاستريز انزيم وده موجود في البلازما هيتكسر بسهوله قوي. اذا دايما في الجدول كده الاستر نوكا اسيتك ممكن يكون فيهم شورت اكتنج وانترميديت كوكين وتتراكين، تمام. لكن الامايد ده محتاج اميديز انزيم، مش في السيركوليشن، ده في موجود في الليفر. اذا دايما الامايد مفيش منه شورت اكت عشان ما بيتكسرش بسهوله زي الاستر لوك اسيد، في بس انترميديت وفي لونج اكت. دايما برضه بيجي عند ناس 50 لوك اسيد، طب ده استر ولا امايد؟ نعرف ازاي؟ الدكتور اسامه قال لكم على قاعده ازاي نعرف استر من امايد، ده انا احفظ كل الاسماء ديت. لا يا دكتور، يعني مثلا ايه في عندي علي كين وفي محمد كين، مين فيهم استر مين فيهم لوكال؟ طبعا اي لوكال انستيك لازم يكون فيه كين، طبعا كين ده لوكال انستيك زي لول بس بيتا بلوكر، زي شهر ابريل كين ده اللي هو سنبت وهكذا. اذا اي لوكال انستيك لازم يكون فيه كين سي اي اي ان اي. طب الاستر بقى ده لما نكتب الاستر فيها اي ولا من غير اي؟ ما فيهاش اي. طب والامايد؟ فيها اي. فيها بس ابص بقى على لوكال انستيك انا المكتوب ده، لو في اي واحده يبقى ده استر وانا مغلط، لو في اثنين اي يبقى ده امايد، يبقى عالي كده امايد، لا
لكن محمد كان ده اسلام. شوف لما تبص هنا كلها كده بنزوكين بروتين كلهم 1 اي، الناحيه الثانيه بقى ده كله فيهم 2 اي، عشان دي برضه تزيد. مثلا ذا فولنج اللوك از اسلام او ذا فولنج از اماين، فشو بقى في واحد اي ولا 2 اي. اذا اللوك اسيتك بيتكون من تو جروبس، هي اروماتيك جروب وسبسيت امينو جروب ليك باي استر او اماين. مهم جدا جدا في ارويك بيزس بتيجي كتير قوي في الام اس كيو او في تو اوف ذا فلوس. اللوك اسيتك دي ارويك بيزس مش ذا سترونج بيز، ولا ويك اسيد ولا سترونج اسيد. ليه؟ لو مسكت انت اي امبوله فيها بتاعت اللوك اسيتك مثلا، مثلا بروكين زي ما بتفرق بروكين هيدروكلورايد اتش سي ال، يعني اذا ده بيز زي مثلا صوديوم مع حامض يديني الصوديوم كلورايد. اذا لازم نعرف ان البروكين كل اللوك اسيتك دي ار ويك بيز، دي مهمه جدا. طبعا بقى ايه برضو اديشن الافازو كونستريكتور دي بتيجي بقى مع اللوكال انسيزيا بتعمل ايه. طبعا دي خدناها قبل كده في سنه اولى زمان، يعني مثلا انت ايه بتقطع السنان حقن اللوكال انسيتك في الدم في اللثه. طبعا هنا اللثه دي فيها ايه؟ فيها طبعا سنسوري نيرف وفيها طبعا براس السطر طبعا، يعني اي تعبيرها في الدم فيها بيدي طبعا. انت بقى حمد لوك انسيتك انا عايزه يشتغل على السنسوريال، لكن لو جزء منه دخل جوه البلاد فيسلز اللي جنبه اولا مفعوله هيروح وهيخش في سيستمك سيركوليشن يعمل لي مشاكل. اذا دايما مع اللوكال انستيزيا يقاد افازو كونستريكتور. ليه؟ عشان يعمل لوكال فازو كونستريكتور في نفس المكان، وبناء عليه هيديكريز السيستميك ابزوربشن بتاع اللوك انسيتي. تاني قاعد هنا، ما دام تاني قاعد يبقى نايم على النيرف وشغال طالع الفين. اذا ايه الفاليو اللي مدي فازو كونستريكتور مع اللوك انسيتي؟ انه ديكريز ابزوربشن سيستميك ابزوربشن هيقلل التوكسيستي، ومهم جدا جدا هيبرونج الديوريشن. عشان ممكن تيجي في الام اس كيو يقول لك الفازو كونستريكتور مع اللوكال انستيك بيشورتن الديوريشن اوف افكت. لا طبعا لا لا، عملت فازو كونستريكتور خليته قاعد في المكان ده تمام. اذا دي يهمنا برضه قوي، مش عارفين بقى الباقي كده ما يهمناش قوي، لكن برضه احنا بنتكلم اهو الميكانيزم اكشن دي بلوك الاكتف اكتف او الاوبن ستيت بتاع الفولتج جيتد صوديوم شانل. لازم نعرفها دي، ده بيقفل لي الشانل في الاكل. طب مش عارفين بقى السيجمنت 6 مش عارفين التفاصيل يعني، وبرضه مش عارفين بقى اكشن عارفين ده كله. في بقى حته مهمه بقى اللي هي صفحه 38 دي بتيجي كتير قوي. حد كده يقول لي ايه الايفكت اوف دكتور صوت حضرتك راح.
ايوه شباب معلش، حد يقول لي كده من خبرته يعني الشخصيه، لو عندك خراج في ضرسك ورحت للدكتور بتاع الاسنان هيقدر يخلعه لك ولا هيقول لك ايه؟ حد يقول لي يعني، يعني عيان عنده انفكشن هل ممكن يخلع ضرسه ولا لا؟ حد يقول لي لا، كويس. لا لا ليه؟ مش ممكن الانفكشن يحصل له سبريدنج، ممكن ينتشر اذا خلعت الضرس. ان الانفكشن طبعا ايه ممكن يعمله سبريدنج صح، صح. لكن برضه بتاع السنان يقول لك يعني انت تقول له انا ما يهمنيش انا ما يخافش وهاخد انتي بيوتيك، يقول لك لا برضه لا. طب لو هو حاول يخلعه لك هتصرخ ولا مش هتصرخ؟ يعني هيجي بمعنى هيشتغل اللوكال انستيك في وجود انفكشن ولا مش هيشتغل؟ لا طبعا لا. يعني الدكتور يقول لك ايه ما ينفعش اديلك بنج وانت عندك التهاب عشان البنج مش هيشتغل وهيوجعك، مش هينفع طبعا. غير اللي انت بتقوله مش فاهم بيساعد طبعا على السبريد انفكشن. ليه بقى؟ ليه اللوكال انستكس does not act in presence of local inflammation؟ هو اتفقنا اللوكال انستك ده ويك اسيد ولا ويك بيز؟ ويك بيز، ويك بيز، ويك بيز. يعني ايه ويك اسيد او ويك بيز؟ معناه انه يكون ايونايز او نون ايونايز حسب البي اتش بتاعت الميديوم، مش كده؟ زي ما خدناها السنه اللي فاتت، بس قلنا الاسبرين ده ويك اسيد. لما اجي انا احط الاسبرين في معدتي والمعده طبعا فيها اسيد، اسيد مع اسيد مفيش تفاعل، اذا الاسبرين هيبقى نون ايونايزد في الجسر الكافيتي. ما دام نون ايونايزد يعني لايبوفيليك كان بينتريت الجسر الميكوزا، يروح داخل جوه الخليه. جوه الخليه بقى البي اتش بقى 7.4 اللي هو النورمال بي اتش بقت الكلي وهو اسيدك، اذا جوه الخليه يتحول يبقى ايون فاتحبس، ده عارف يرجع ولا يكمل، وعشان كده بيعمل لي دامج في الجسم. نفس الكلام انا عندي انفلاميشن، الانفلاميشن بيعمل لوكال اسيدوز من الخناقه والوساخه اللي موجوده كده، بيعمل لي لوكال اسيد يعني بيقلل لي البي اتش. طب انا حققت بقى اللي هو البيزك او الالكلاين لوكال اسيتيك، ده بيزك في ميديم اسيتيك عكس بعض، ده في تفاعل. يعني ايه؟ يعني اغلبه هيبقى ايونايز، اذا اغلب الحقن انا حقنتها هتبقى ان دي ايونايز ستيت. ليه؟ عشان الميديم اللي حواليها اسيتيك. نجيب من فين؟ نجيب الانفلاميشن، ما دام ايونايز ات كانوت بنتريت الميلين شيث عشان تخش على الدوسيه بالشكل. إذا بتقول ما ينفعش ناخد مضاد حيوي ونعالج الالتهاب دوت عشان البنج يشتغل، إذا دي مهمة أوي. اللوكال أنستيك داز نوت أكت إن بريزنس أوف إنفكشن. ليه؟ عشان بيعمل لوكال أسيدوزيس، وبالتالي اللوكال أنستيكس ويل بي إن ذا نم إت ويل بي إن ذا أيونايزد أو تشارجد ستيت، إت كانوت بنتريت الميلين شيث to reach its site of action. دي برضه مهمة وبتيجي. خلاص؟ طيب إن بيكون في إن acidic extracellular fluid in presence of infection in local acidic becomes highly ionized outside the nerve. They cannot penetrate the cell membrane to reach its site of action. إذا ما يشتغلش. دي بقى دي تهمني. خلاص؟ من الجدول التقويمي اللي احنا عايزينها بس. يبقى طبعا ايه؟ طبعا الانديكيشن برضه بتيجي كتير قوي اللي هو التايبس اوف بلوك انسيزيا، طبعا في توبيكال ها؟ وفي طبعا سباينال وفي ابيديورال وفي نيرف بلوك، نعرفها طبعا دي كلها برضه. وبعدين لازم نعمل كتير قوي في السباينال، انا بحقن فين؟
ازاي اعرف انا وصلت للسباينال سبيس عشان احقن فيه اللوكال اسيتيك اللي هو البنج النصفي اللي بيدور في ظهر العيان. لليك ها؟ لليك بون بحقنه فين بقى؟ بتحدد ال L3 4 بين ال ايوه L3 و ال L4. كويس، ازاي اعرف ان انا وصلت للمكان اللي انا احقن فيه؟ انا بدخل الابره بتاعتي ولسه لسه لا ما حقنتش بقى، امتى احقن عشان اضمن ان انا حاقن المكان؟ اصل ممكن بس بعد 2 مللي احقنها في الجلد ولا تحت الجلد ولا مثلا في الديسك نفسه. ازاي اعرف ان دكتور هسحب شوي من الحقنه سي اس اف؟ يطلع يعني يطلع بقى سيروفان فلويد ده، يعني احقن في السب اراكنويد، يعني الدكتور بيلحق ليه؟ وفي حاجه اسمها التروكل، التروكل قبل كانيلا حاجه كده، يروح شد بتاع اللي مزود يلاقي سي اس اف ابتدى ينزل. اذا معناه الابره بتاعتي دخلت في السب اراكنويد سبيس اللي هو فيه السي اس اف، روح حاقن الدواء بتاعي. اذا برضه بتيجي في سبايدر انستيزي انا بحقن الدواء في اي سبيس، لازم اقول في السب اراكنويد. لكن مثلا الثانية ابيديورال لسان، ابيديورال انا بحقن فين؟ بحقن ورا الديورة، يعني لا اخترق الديورة. لكن في السباينال ده انا بخترق الديورة واخترق كمان اراكنويد كمان، ده في السباينال انسيزي. اوكي دي برضه بتيجي. بس مش عايز حاجات تانية بعد كده، يعني كومبليكيشن على أسماء كده خفيفة شوية. في الجامعة الإنجليزية ما فيش حاجة من دي، مش عايزينها. ودكتور أسامة أداكوا البري أسيتيك ميديكيشن ولا لا؟ أداكوا البري أسيتيك ميديكيشن؟ أيوة يا دكتور. ها؟ أيوة يا دكتور. وده برضه معناها ايه؟ انا الان طبعا بقيت اخد كده من الشارع ادخلها اوضه العمليات والاقي بس الشواكيش والمناشير، طبعا لازم العيان يتظبط. حاجه اسمها البري انستيك ميديكيشن، يعني في ميديكيشن او في علاج بديل قبل الجنرال انستيزيا، مثلا من بالليل بيعدي على الراجل بتاع التخدير عشان يطمن عليه وضغطه كويس ومش عارف ايه، وكده النايب بتاع البطنه برضه ولا بتاع الجراحه يعدي عليه عشان الموضوع اصلا قلقان ولا بيخاف، يديله حاجه مهدئه كده عشان ينام كويس. اذا ده بسميه طريق انزلت من الكهرباء تو كارف ذا بيشن عشان يبقى عنده دوت ايه هادي شويه. وبعدين بقى مهم جدا بقى الاتروبين، لازم طبعا اديله اتروبين طبعا عشان بيعمل لي طبعا عشان ده بيمنع طبعا الريفلكس طبعا. عشان برضه بتيجي برضه بيدي الاتروبين عشان تو افويد الفيجا ريفلكس. يعني ايه الكلام ده؟ كان طبعا زمان يا واحدة طبعا في التخدير الكلي مش هنقول رأي مش عليكم. كان زمان في حاجه اسمها ايه؟ الدكشن ستيج، يعني عيان صاحي وده واعمله البنج. فكنا زمان ايه الدكشن ديت؟ كنا نحط له كده ماسك عليه قطنه على وشه ونرش عليه كتير زمان كده يقعد يرفس العيان، وكان شغلانه كبيره قوي. طبعا في التنفسات دي ممكن تعمله مشاكل، لكن طبعا دلوقتي الحمد لله بيدوا حقنه في الوريد اللي هو الانترافينوس انستيك، فيها جدول هناخده دلوقتي، ويقولوا للعيان اسمك ايه بعد 10 ثواني بينام. اذا ده الاندكشن بقت فيري سموث ومش فيها مشاكل زي زمان الحمد لله. طبعا لو العمليه مثلا حاجه بتاع 10 دقائق ربع ساعه مثلا كسر ولا حاجه خفيفه خلاص دي اي في، واحد مثلا بيطهر كان سنه دي وعايزين يطهر خلاص. لكن لو بقى فتح بطن بقى طبعا بعد الاندكشن بقى انا عاوز بقى بنت انسيزيا، انا عاوز بقى تو مينتين الانسيزيا بقى، اذا لازم اجيب بقى استرومات بقى
هتبقى ايه الجنرال اسيت اللي بقى جاهز بقى للاستخدام. طب لازم ادخلها على طريق تيوب. اذا بعد ما انا نيمته بالدكشن ونام العيان يروح بقى مدخلين تيوب من بقه عشان طبعا عارف ادخل طبعا دي جوه استراكيه عشان ادخل يستنشق منها الايه المخدر الكلي بعد كده. طبعا كان زمان حاجه اسمها البلايند نيزل يعني دي تيوب ده من النص كده بالخبره بتدخلها في التراكيه. يا ترى داخل التراكيه وداخل في الفارنكس والاسوفاجس يعني عايزه خبره بقى. لو واحد بقى ما عندوش خبره يقعد يلغوص في الحته دي يدخلها ما يحسش مره اثنين وثلاثه ده كنت حته دي فيني ريتش في الفيجاس ده ممكن يجيله يعني فيجاس ستيموليشن ويجيله كارديك اريست. لكن طبعا دلوقتي اللي بيدخل بقى بالزرار بتاع اللارنكس وبيدخلها قدام عينيه نادر قوي دلوقتي ان العيان يحصل له مشاكل في بدايه البنك. لكن قاعدين معه بس عشان امتحان بدي اتروبين. ليه؟ عشان اتروبين دوت عندي فيجا عشان لو الفيجاس حصل له ستيموليشن اي سبب من الاسباب ما يعملش بلادي كارديا جامده قوي او كارديا اريست. الحاجات دي مش هتيجي قوي يعني. عشان انتوا في النادي ايه نشيل منكم الحاجات دي مالهاش لازمه قوي يعني. طبعا مش عايزين لا ستيجز ولا حاجه ال 44 كل ده مش عايزينه. ولا الاليمينيشن ولا الزود ده كله. انا بس يهمنا بقى اللي هي صفحه 49. يعني في كل اللي فات دوت مش عايزين قوي يعني مش هيجي الا الحته بتاعت اتروبين. ليه بستعمل اتروبين؟ كبري انستيك ميديكيشن. اهم حاجه يمنع الريفلكس فيجر ستيموليشن. يعمل لي برونكو دايليتيشن طبعا لو انا عايز يبقى البروجيكت دايليتيشن كويس. ممكن برضو يستيموليت الريسبيريشن. دي كلها ميزات ليه بستعمل اتروبين قبل التخدير الكلي. يبقى عشان امنع الريفلكس فيجر سبازم كان ممكن يعمل لي كارديك ارست. عشان اعمل برونكو دايليتيشن عشان اعمل ستيموليشن للريسبيريشن. وحاجه ثانيه بقى مهمه قوي اعمل دراينس اوف سكريشن عشان العيان ده متبنج ما يعرفش يكح العيان ده. فلو في عنده السكريشن في بلغم في البرونكاي ولا في التراكيه هيكح ازاي؟ ده هيفطس العيان. اذا دايما في البنج الكلي انا عايز تبقى الاير واي تبقى ثري اير واي باسجز مفيش فيها سكريشن كتير تبقى بروكو دايليتيشن فيها بروكو دايليتيشن مش كده ولا ايه؟ اذا دي الميزات بتاعت الاتروبين. قول تاني اتروبين از بري انسيتك ميديكيشن عشان تانتاجونايز او تبلوك الفيجل ريفلكسز اللي ممكن تعمل لي براديكارديا او هارت بلوك او تعمل كارديك ارست عشان يخلي يعمل لي دراينس اوف برونكال اير واي يعني ديكريز السكريشن يعمل لي كمان برونكو دايليتيشن قد ايه كان ستيمولييت الريسبيرتوري سيستم. كل هاي ميزات الاتروبين از بري انسيتك ميديكيشن. في صفحة بقى 49 اللي تهمنا اللي هو الانترافينس انسيتكس بقى اللي بيقولوا عليه اللي هي الحقنه اللي بتاخد في الوريد بيقولوا اسمك ايه؟ لحنين بعد كده بعد ربع دقيقه لكن بيصحى بعد تلت ساعه ولا 25 دقيقه بكتير قوي. فلازم نعرف ايه هم بقى. في طبعا مجموعه اللي هو الكيتامين اعرفه وبعدين البيرزوزيبين اللي هو مثلا زي الميدازولام البروبوفول ده اسمه بس الفنتانيل يعني في اسماء لكن ما اعرف الجدول اللي هو الثايوفنتان والكيتامين. طبعا الثايوفنتان ده بالبيوتريت كنت طبعا خدت الميكانيزم باكشن اوف بنزودايزيبين والميكانيزم باكشن اوف بالبيوتريت بيشتغلوا ازاي البنزودايزيبين يا شباب؟ حد يقول لي كده؟ بتفتح الكلورايد شانل؟ ايوه فيري جود صح. انا مثلا دوت البربيتوريت او مثلا البتاع ده الثاني اللي سبب اللي هو الكيتامين تمام؟ او حتى مثلا الادويه بتاعت مثلا الابليبسي او حتى المورفين. انا عاوز اعمل سينس ديبريشن. يعني سي ديبريشن يعني اخلي الميمبرين بوتاشيوم ناقص 90 اخليه زي ما هو
عشان لو حصل فيه depolarization هيبقى في عندي response للخلية دي. طب ازاي انا اخليه كده ان انا ما ادخلش حاجه بوزيتيف جوه او ادخل حاجه نيجاتيف؟ بس سهل قوي. اذا اي حاجه تعملي سي الديبريشن حاجه من الاثنين، يا تمنع يا تقفلي الكالسيوم يا تقفلي الصوديوم شانل بس ما خدنا في الانسيزيا، او تفتح لي الكلورات. هنا بقى في سي بس بقى انا عندي طبعا في انهيبيتوري ترانسميتر اسمه جابا. اختصار ايه الجابا يا شباب؟ جابا امينو بيوتريك اسمه جاما. جابا ولا جاما؟ جاما طبعا. شوف ايه عشان جاما يعني ده معناه جاما امينو بيوتريك اسيد، يعني عندي بيوتريك اسيد ده حامل اورجانيك اسيد. في الجاما كربون اتوم، مش جاما بقى، في الجاما طبعا في الفا وبيتا وجاما، في الجاما كربون حطيت امينو جروب اسمه جابا. ده الهيبيتور ترانسميتر. يخلي واحد نايم كده عاوز ينام. طبعا ده لو كان عندنا بس كلنا عندنا 24 ساعه نايمين. طبعا ربنا بقى في عندنا بقى اكسيتاتري ترانسميترز وفي انهيبيتور ترانسميترز. في حاجه تصح لنا وحاجه تقلبنا. الجلوكوز حاجه تزوده وحاجه تنقصه. طبعا الراجل النورمال فيه الاثنين، بالليل ننام وبالنهار نشتغل. هنا نفس الكلام بقى. الثيرابينتال ده ابن عم البنزوازيبين. اذا ده بينيم ازاي؟ ان بيدخل حاجه نيجاتيف. اذا ده بيشتغل على الجابه هتسموه جابه مايميتيك. قال يعني جاب ريسيتو استيميوليشن، عشان الجاب ريسيتو دوت يبقى الموست يعني موست يعني الموست امبورتنت ريسيتو. في اماكن كتير قوي، في مكان للجابه وفي مكان للبربيتوريت وفي مكان اخر للبنزوازيبين، في مش عارف مكان رابع للبيكوتوكسين، يعني فيري فيرساتايل، في شغل كتير قوي. فهو ده الثيرابينتال بيشتغل على الجاب ريسيبتور بس لمكان اخر غير بتاع البنزودازيبين. لكن الاثنين في الاخر جابا مايميتيك يفتحوا الكوبايد شيل، دخلنا حاجه نيجاتيف، عملنا هايبر بولاريزيشن فالخليه نامت. بس هنا بقى الكتابين ده بقى جلوتاميك اسيد انتاجونست بقى، يعني في عندي جلوتاميك اسيد دوت عكس الجابا، ده اكسيتاتوري النيورو ترانسميتر بيصحي الواحد. ليه؟ عشان الجلوتاميك اسيد بيفتح الكالسيوم شانل، يعمل الكالسيوم انفلكس، يعمل ديبولاريزيشن ويروح مصحي العيان. اذا بالعقل كده الكيتامين لازم يكون جلوتاميك اسيد انتاجونس، لكن الثاني انا عاوز جابا ماينيتك يشغل الجاب عشان ما نغلطش في الميستيكس. تمام؟ دي بقى برضه في كتير قوي. طب ليه العيان اللي بياخد البنج بتاع الوريد دوت بيقول له مثلا ده بيصحى بعد ربع ساعه ولا تلت ساعه؟ ليه ما ينفعش يعمل عليه عمليه ساعتين ثلاثه؟ ليه؟ ليه ننتبع كده ياخد البنج بتاع التيوب ويسترشق تاني؟ ليه؟ عشان مثلا الدواء بتاعي طبعا ده كله نايمه في ربع دقيقه، يبقى الدواء ده فيري فات سوليبل ولا مش فات سوليبل؟ حد يقول لي فاسول لازم طبعا فيري فاسول طبعا عشان يعني عدى على الممبرين على طول. طيب اذا هيروح في الحتت اللي هي ريتش ان فات، مين بقى ريتش ان فات؟ البرين وبعدين الفات والمصل فيها برضه فات، لكن حسب البلس سبلاي بقى مين بلس سبلاي اكتر؟ طبعا البرين. اذا ما دي في البرين جاي على البرين عشان الدم كتير هناك، احنا نايم العيان. بعد شويه بقى لما البرين بقى خد منه حبه شويه، البرين طبعا ده يعني يحب برضه يوزع الحاجه بتاعته، يروح بعد شويه يروح ايه سايب البرين وراح بقى على المصل وعلى الفات. فعشان كده مفعوله بايه؟ بيخف بعد نص ساعه عشان حصل له ريديستريبيوشن، اعاده توزيع. الاول يتوزع على البرين بتاع مريمه،
وبعدين ثم تم اعاده توزيعه ريديستريبيوتد للاكسترا بره بقى بره البريد بقى المصر والفات فيروح صاحي بعد نص ساعه. انت سمعت على الممثله اللي اسمها مش عارف سعاد ايه دي اللي ماتت من البنت مش عارف اسمها سعاد ايه دي؟ يعني في ناس خدوا بنت في الوليد ودخل في غيبوبه قعد شهر وشهرين ومات. هو ايه الحدوته دي؟ مثلا واحده راحت مثلا تعمل عمليه مثلا مثلا تفريغ مثلا او في مثلا في لولا مشكله عندها يعني يقول لك الدكتور عايز لسه تاخد عمليه ايه 10 دقائق ربع ساعه ونعمل لها ايجاكوش ونخلص وخلاص. فايه بدل ما تجيب بتاع بنج ولا بتاع ممكن الحكيمه ولا المواد اللي هي بيجي تديله مثلا التفريغ ازاي ست على الدبك وخلاص وجات العمليه عكت. طب يا ستي طب انا عشان تصحى اديها كمان امبوله اديها كمان قعدت تزود. فالمشكله بقى ايه؟ ان انت اديت كميه كتيره فستي ليه ما صحيتش؟ عشان الامبولين الثلاثه الاولانيين دول لما سابوا البرين وراحوا الفاتي تسو الرابعه قعدت في البرين الفات والمصل بقى ساتوريتد عشان الدواء ده ما بينزلش في الكليه ده بيتحوش في الحته دي. هنا بقى دول اتمنوا اذا الحقنه الاخيره دي اللي في البرين كانها قاعده في البرين طبعا بقى اسبوع اسبوعين انت وحظك. فعشان اعرف لك الحاجات الام اي في ديت اسمها ماينو اوبريشن يعني عمليات خفيفه حاجه بتاعت ربع ساعه لكن لازم تتعمل في السياحه في وقت العمليات لازم يكون تعبير موجود جنبك عشان ممكن تتقلب ولا مصادر الى جنرال انستيزيا لكن مش شغل العيادات وتحت السلم لا ما ينفعش خلاص. اذا دي بتيجي كتير قوي ريديستريبيوشن فيلمنت الفيرست تو ذا برين وبعدين تورست فاسكولار اورجان يا المسلز شوف تروح للمسلز يبقى ريكفري صحيت الست بقى بس ما راحش الفات عشان اديت امبوله ولا امبولتين كتير قليل قوي خلاص. لكن لما تزود كتير بقى هيروح بقى للفات المسلز شبعت والفات شبع كمان مليان بالدواء بتاعك اذا بقى اللي في الليفر ده هيروح فين؟ قاعد مبني بالعيان بعمله قوه اذا ده مهم قوي خلاص. الحاجه الثانيه بعد كده يهمنا برضه ان الكتابين دي بوتنت انرجيزك اند امنيزيا. يعني ايه امنيزيا يا شباب؟ امنيزيا يعني ايه؟ فقدان ذاكره. ايوه بالظبط loss of recent memory فقدان الذاكره. وطبعا انرجيزك مسكن بيسموها ديسوسييتيف انستيزيا. وده يا دوت يا دوت ايه يا نايم قوي ولا صاحي قوي يعني كده عمال يحكم يعني. وبعدين لو في بقى في بين في العقل يعني مثلا فراكشر وحشد يبقى ده مسكن انفعالي من سيزر دي انرجيزك افكت تمام. الثيرابين تاني طبعا ده بيعمل ديبريشن سبيشال ده وحش قوي لكن طبعا ما بيعملش ديبريشن انا بستعمل اكتر الكيتامين. الثيرابي التالي طبعا ده ما بيحصلش قوي دلوقتي بيدبس البلاد بريشر والهارت ريت. التاني العكس بيزود السمباثيك نفس يمين الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم ايه وليه ليهم شورت ديوريشن. ليه الثيرابي التالي ليه شورت ديوريشن عشان يحصل له ريديستريبيوشن. لكن الكيتامين بيتحول الى اكتيف ميتابولايت حصل له ميتابوليزم والميتابولايت دوت بيعمل لي سيريز ديبريشن. اذا لو اديت قرعه كبيره ده مش هيصحى العيان. اذا المثال التاني نتيجه ريديستريبيوشن لكن الكيتامين نتيجه تتحول الى اكتيف ميتابولايت خلاص. مش عايز يبقى الباقي نفس الهيماني الميكانيزم وليه دي شوك ديوريشن. انا بقى تعبت وانتوا طبعا اكيد تعبتوا. عايزين نحاول ناخد مره ثانيه انتوا بتاخدوا مرتين في الاسبوع مش كده؟ يا شباب بكره معايا مره واحده. طيب خدوا يعني اتبعوا مع بعض انا ممكن اديكم يوم تاني بدل ما نستنى اسبوع بحاله. ايوه يا دكتور ان شاء الله.
بس تيجي يوم السبت مثلا تقول فاهم، انا ممكن بكره الخميس، ممكن تقول الخميس، لو حبيت الجمعه ممكن الحد، بس يكون بس الساعه 8 كده ولا حاجه. ها تمام يا دكتور، اتفقوا مع بعض وقولوا تمام التوفيق. خلاص تمام، يلا ربنا معاكم.